كيما كنعرفش حتى شنو كيحرقها. عندي انا اي مطيح كيقولوا لي عنده واحد سن محدود، هادو صافي ديها عطيها تاكل وتسنى للساعه ديالها. والله العظيم بعض المرات كنبقى نبكي ما كتشوفني شي اي بسبب ديالها، ما في يدي منعني. انا بدي ما كرهتي تكون كتمشي وتهضر معايا وتجري قدامي، هذاك الحلم ديالي، هذاك الشيء اللي خصني. انا بعدا في طنجة عايز كنرغب في بنادم ما حتى شي واحد ما يقدر يديها فيها. يعني تخيل اللي كان عندي كامل بعته صافي، دابا ملي كتمرض كنخليها في الدار، ما عندي شي باش نعالجها ولا نديها نجري فيها. كنتمنى نخرجها من هذه الحاله هذه، هادشي اللي خصني. احنا كنطلبوا من الله ومن المحسنين زعما يعالجوها غي، احنا ما خصناش شي حاجه زعما اللي طامعين في الدنيا، احنا طامعين في العلاج ديالنا. السلام عليكم، انا الام دينا. دينا ملي خلقت لي زادت لي هايدا مريضه حسب خرجت لواحد وفحال كره في الطهره فيها ميكروب. ملي ديناها الطبيب قالنا خصها هذه العمليه خصنا تتكمل 8 الكيلو، ويا الله كانت خلقه، يا الله عاف عندها في عندها 5 الكيلو. قال لك خصك العمليه من يلو 700 باش يشوفوا لا العمليه الطهره. ديك الساعه قلنا لهم حنايا ما عندناش باش مشينا عند الطبيب، قلنا لهم حنايا ما عندناش باش نعملوا لها هذه العمليه مليون و700. قلنا مليون و700 هي على حساب الطهره، عاد خصنا خصكم تعمل لها لي ريم لي ريم 7000 درهم. سابقينا كنجري وكيعاونونا محسنين، عملنا على ديك العمليه على حساب الطهره. من بعد اكتشفنا بان راسها عندها فيه الماء، قال لك ضروري خصنا عاوتاني نفتحوا لها على راسها. ملي مشينا فتحنا لها على راسها، دابا عندها في راسها التيو عندها مشبر لها في راسها من هنايا هو هاد الهيدا حتى نكرشو باش كيهبط لها، حيتاش الماء عندها في راسها كيصفيه لها، حيتاش لما كانش عاملين لها ديك التيو كخدو راسها ما تقدرش تهزو. دابا حاليا الراس ديال دابا ها راسها ما كتحكمش فيها، لو وقفتي ها ها خصك دائما تشبرها هايزه هايده ها. دابا حاليا رجلها ما كتحركمش شي مره، حنا ما عرفناش شنو الحاله ديالها. ما كنديوها للطبيب كيقول لك ديها للدار، ديها للدار تيها تاكل وجلسه في الدار، غير ديها للدار صافي. دابا حنا ما عرفناش حتى شنو النوعيه ديال المرض ديالها. النفسيه ديالي مدمره، القلب ديالي كيتقطع عليها وما بيديش القدريه عليا على شي حاجه. يعني تخيل اللي كان عندي كامل بعته صافي، دابا ملي كتمرض كنخليها في الدار، ما عنديش باش نعالجها ولا نديها نجري بها. قالتي لنا شفتينا حنايا حاليا ساكنين غير في السطاح، قالتي لنا شفتينا الظروف ديالنا كيفاش نيا معنا. مشيت تا للرباط وجيت عييت، ما شاء الله الرباط عييت، ما شاء الله الرباط ما جا. تخيل غير مركب تعرينا منه، دابا ساعة ماشيين ما جينا للطبيب. دابا ساعة دابا اخر مرة قاتلنا مشيو ديك ساعة نعيطوا لكم. انا الاب ديال دينا بن سعيد، بالنسبة للنخاع الشوكي ديالها قالوا لنا بان مزول ما عندهاش بصفة نهائية، دابا تجلس ما كتجلسش، دخلوا شي ديال الناس وصيفطوا لها الدوسي ديالها لتركيا باش عايشة خصوا لها الحالة ديالها. حنا بدنا ما عارفينش دابا الحالة ديالها شنو، دابا طلبوا لنا 4 منايل غير باش نديوها لتركيا غير باش يشخصوا لها الحالة ديالها، ما عارفينش شنو فيها الصراحة. وحطينا في الارض والله العظيم الشمام كلال رجلنا، ما عملتش حتى جبرت رجلها كامل كلال الشمام كلال رجلها 70 درجه تنكلوا مره، ما عملتش حتى كنجبر الدم ما يسقطش نيت هذا، قلت لي راه الشمام كلاو رجلها ما كتحسش برجلها. رجلها دابا جيبو موس قطعوا ولا بغيتي ما تحسش بها، هانتينا انا كنضرب رجلها ما كتحسش بها. انا خدام في الخياطه في المعمل، عندي ثلاثه العيون. كيفاش كتقدر تيا واش غادي نقول لك، والله الا غير ببركه الله وصافي، والمحسنين كيعاونونا هادشي اللي كاين. والله العظيم بعض المرات كنبقى نبكي ما كتشوفني شي غير بسبب ديالها، ما في يدي ما نعمل عييت ما نجري. مشينا للرباطه اللي هنا هنايا بعدا في طنجه، عييت كنرغب في بنادم ما حتى شي واحد ما يقدر يديها فيها. اول مره قالوا لي خصها تكمل عام، واحد شويش قال لي ولا على الاقل 9 كيلو لحاج ما تقدرش المناعه ديالها ما تقدرش تزاد. دينا نربط زول ولا داكشي وصيفطوها، يعني ما كاينش شي علاج ولا زور ولا داكشي من الطهره وقالك هكا ديها، ولكن ها رجلها النتيجه ديال رجلها
النتيجه ديال العلاج ده هنا. دابا الناس دخلوا قالوا لنا بان غنصيفطوه لتركيا نشوفوه نطلبوا من الله يشخصوا له الحاله تكون شي كاين شي علاج وكذا. وفي ظل هادشي اللي كاين، هذا الامل الاخر الصراحه، ما كاينش شي امل من غير هذا اللي عندنا كامل بعنا ما بقى لنا والو. والحاله نتوما كتشوفوا الحاله ماشي زعما شي، وحنا كنطلبوا من الله ومن المحسنين زعما يعالجوها غير، حنا ما خصناش شي حاجه زعما اللي طامعين في الدنيا، وحنا طامعين في العلاج ديالها. كنتمنى لها الصراحه يعاونونا، يعاونونا في العلاج ديالها، وكتبقى فيا بزاف مسكناها يدا ما كتتحرك ما حتى شي حاجه، خا الضربه وخا خوتها كيصطموا على رجلها مسكناها يدا كتبقى تشوف فيهم هايدا. كنتمنى يعاونونا غير العلاج ديالها، هادشي اللي خصني انا كنديها غير الطبيب هيدا كنعمل لها غير باكونه كيقولوا لي هادي ديها للدار تسنى الساعه ديالها ما عندهاش العلاج. كنديها اي مطيح كيقولوا لي عنده محسن محدود هادو صافي ديها عطيها تاكل وتسنى لها الساعه ديالها. انا كيجي للدار كنبقى نبكي كنقول البا كنقول له اشني قالوا لي الناس اللي كيقولوا لي الناس كيقول لي ما تزيدش تكمل عليا. انا هو كيخرج كيبقى يبكي مخبع باش ما نشوفوش انا، وانا كتبقى فيا بنتي ما قدرش نفرط فيها، كنستنى بالمستحيل باش ما نشوفهاش انا بدي ما كرهتي تكون كتمشي وتهضر معايا وتجري قدامي، هذاك الحلم ديالي هذاك الشيء اللي خصني. دابا ها هي حاليا ما كتسكتش ما كتسكتش، كتقيل هيدا وتبات هيدا، معاناة بزاف معاناة بزاف كنعيش معاها الصراحة حد الله. وكنتمنى يعاونوني نخرج من هاد الحالة هادي، هادشي اللي خصني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.